باراموتور أو البي بي جي كما هي معروفة بتعني الباورد باراجلايدر، أي طائرة شراعية ذات وزن خفيف تعمل على الطاقة وبتتكون من مظلة ومحرك، وطبعاً المحرك يقوم بتدوير المروحة لتعطي قوة الدفع ويتم التحليق فيها من مكان واسع خالي من العوائق، وهو لا يحتاج إلى منحدر للإقلاع. هناك نوعين لعملية الإقلاع، إما الجري أو باستعمال عربي بيكون فيها عجلات أو زلاجات بالأماكن اللي فيها ثلوج، وبيستطيع الباراموتور حمل شخص واحد أو اثنين. تم استخدام الباراموتور لأول مرة من قبل الإنجليزي مارك بين عام 1980، وانتشر بفرنسا فيما بعد عام 1986 عندما بدأ لموات بتكييف القوة مع أجنحة مظلات جديدة بوقتها. بتتكون نماذج إطلاق القدم أو الفوت لاونش أو الدفع بالقدمين من إطار مزود بحزام وخزان وقود ومحرك ومروحة، وبيحافظ الطوق المزود بشبكة واقية على الخطوط خارج المروحة بشكل أساسي، وبتم ارتداء الوحدة على شكل حقيبة ظهر كبيرة بتم توصيل طائرة شراعية فيها من خلال مثبت، وبيتكون المحرك من كرسي المثبتة فيه اللي بتساعد الطيار على الجلوس أثناء التحليق، وحمل المحرك اللي وزنه بين 20 و 30 كيلوغرام أثناء التواجد على الأرض. الكروس هي اللي بتسمح بتعليق المظلة بالمحرك ويسمى نظام التعليق، وهناك أيضا نظام لحماية الخيوط ومنع من ملامسة المروحة. أما قوة المحرك فبتختلف حسب نوعه، ويوجد منها على البنزين وأخرى على الكهرباء، وبيكون تشغيلها أوتوماتيكي أو يدوي. أما المراوح فهي عديدة وبتختلف بالطول وبالشكل، وتصنع من الخشب أو الكربون. أما العربات فيمكن زيادة قوة المحرك عليها لتحمل شخصين. الأمر الصعب بالباراموتور هو التحكم بالمظلة على الأرض، وهالأمر بيعاني منه الطيار خلال الانطلاق وعند الهبوط. ولهالسبب التدريب الأساسي اليوم هو بتعليم البايلوت إدارة المظلة بالهواء من الأرض من دون استعمال المحرك أولاً. باختصار الباراموتور رياضة جوية بتتبع تعليمات وقوانين الطيران من حيث الإقلاع والهبوط والتوجيه الجوي. أما شروط ممارسة هالرياضة فبتتطلب اختبارات بدنية وتدريب أرضي لحوالي 10 ساعات ودراسة نظرية لأربع ساعات قبل ما ينفذ المتدرب 5 طلعات بمفرده. أما شروط اللعبة فغير صعبة، وأهمها ما يكون الطيار بيعاني من أي مشكلة بالقلب أو الضغط أو السكري، ووزنه أقل من 100 كيلوغرام، ولذلك شروطها مناسبة لأي شخص.